بسم الله الرحمن الرحيم. ودي شكل صدور الفراخ الجميلة المشوية معانا، رائعة. ممكن ناكلها مع الرز، ممكن نعمل بيها سندوتشات، ممكن ناكلها مع المكرونة. أهم حاجة ما تنسوش إن انتوا تشتركوا في القناة، وإذا عجبكم الفيديو منا لايك وشير. دمتم في حفظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض اللي هي صدور الفراخ، هنشويها على نار البوتاجاز عشان نعمل منها شاورما. فاحنا عندنا هنا في البداية طماطم احنا مقطعينها عبارة عن طماطمتين طبعا حسب الحجم اللي انت هتعمليه، وعندنا فلفل حلو هنضيفه، عايزة يكون سبايسي حراق، ما انتش عايزة خلاص يعني بيعمل احتيارية. بس هنا عندنا بصلة صغيرة وفصين ثوم، عندنا علبة زبادي، عندنا معجون طماطم، هنضيف الملح طبعا حسب التطور بتاعكم، وعندنا خلطة الشاورما. الخلطات دي بتبقى جميلة جدا، جيبيها واستعمليها. هضيف بس معلقة، اخد المكونات دي كلها مع بعض ادمجها، نرجع مع بعض ان شاء الله. ده الخليط بتاعنا بعد ما احنا خلطناه، صدور الفراخ بتاعتنا هي صحيحة كده مش هنقطعها ولا أي حاجة. وهنسيبها في الخليط ده لمدة ساعتين في التلاجة. نكمل مع بعض بقى الفراخ بتاعتنا. احنا طلعناها بعد ما قعدت حوالي ساعتين في الثلاجة، هنا حطينا كمية من الزيت عشان نبدأ ان احنا نرص الفراخ بتاعتنا دي عليها، مش هنضيف لها اي حاجة، هنهدي النار عليها ونسيبها تستوي براحتها خالص. فاحنا هنا كده وهنبدأ ان احنا كل فترة نقلبها لحد اما تستوي معانا خالص. كمية الزيت طلعت بس زيادة شوية، تبقوا قللوا الكمية عن كده. طبعا الفراخ اللي احنا نعملها كده نشويها كده على النار، هنبدأ كل فترة ان احنا نقلبها ونفضل كده نقلب فيها لحد اما تستوي وتتحمر معانا وتتأكدي انها استوت تماما. هنطفي طبعا عليها النار، هنفضل نقلب فيها لحد اما، بس خدوا بالكم ان انا حطها على نار هادية عشان ما تتحرقش معايا قبل ما تطيب. وهنسيبها كده لحد اما تستوي معانا. كده خلاص هنسيبها بس تتحمر من الجهة التانية وهنطفي عليها وتكون جاهزة معانا. ده طبعا هنا الفراخ،
بتقطع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه المميز ده. ودي شكل عندنا قطع الفراخ اللي هي المشوية. اتمنى الفيديو انه يعجبكم ان شاء الله، واهم حاجة تشتركوا في القناة، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير.